مرحبا بكم مشاهدينا في توقعات احوال الطقس بربوع المملكه اليوم غد الجمعه. غادي تشكل بعض السحب المنخفضه والكثيفه نوعا ما خلال الصباح مع امكانيه نزول بعض القطرات المطريه فوق اقصى الشمال الغربي للبلاد. عدا ذلك غادي تظل الاجواء مستقره عموما بالنهار مع سماء صافيه ومشمسه باقي جهات المملكه. عند الليل غادي تغمم سماء بسحب غادي تزداد الكثافه ديالها اكثر فاكثر مع احتمال سقوط قطرات مطريه فوق كل من مناطق طنجة الكوس والريف الغربي. بالنسبة لدرجة الحرارة خلال الليل غادي تتراوح ما بين ناقص الدرجات وصفر درجة بالمرتفعات وما بين درجتين وسبع درجات بكل من شرق البلاد والهضاب العليا والسفوح الجنوبية الشرقية وما بين 8 و13 درجة فوق السهول الداخلية وبالقرب من السواحل، وغادي تكون في حدود 14 إلى 16 درجة بأقصى جنوب المملكة. بالنسبة لدرجة الحرارة خلال النهار غادي تتأرجح ما بين 12 و17 درجة بالمناطق الشرقية والهضاب العليا وما بين 18 و23 درجة بالسهول الداخلية والسفوح الجنوبية الشرقية وبجوار السواحل، وغادي تكون ما بين 26 و31 درجة بمنطقة سوسو وجنوب البلاد. بهذا كنختموا معكم النشرة الجوية، كنشكروا لكم طيب المتابعة، في أمان الله.